يعني فيه مشروع القرن. ميغابور مشروع القرن. كي نقول لك مشروع القرن، مشروع القرن هذا ماشي باش نقارنه مع مع مشاريع اخرى اللي تلقوا عليها اسم مشروع القرن، ولكن تاريخ السيارة لو بور سنتر، البور تاع حمدانية تنس في شرشال. في شرشال نعم. هذا مشروع راح يغير وجه الجزائر لما يتنشا هذا المرسى الميناء هذا، لانه راح ياثر على كل المحيط. مشروع فيه 6 ملايين و 500 الف حاويه لانه راح يصبح من تقريب من المواني التيرمين وكونتينر اللي موجوده على البحر المتوسط. مش اكبر، ما نقولش اكبر، وانما يكون من جمله لي تيرمين وكونتينر اللي موجودين على البحر الابيض المتوسط. ولهذا راح يغير تماما وجه الجزائر. نعم. لان راح تصبح الجزائر تصبح وجهه للناقلات الكبار تاع 20 الف حاويه فما اكثر، لانها راح تكون عنده امكانيات باش يستقبل الحاويات من كل من الاجيال الحجم اللي كانت تستقبلوه. نعم، هذا الكلام ربما سمعناه في الكثير من المرات بخصوص يعني الامكانيات والفائده المرجوه من هذا الميناء، لكن متى ينطلق هذا الميناء؟ هذا رئيس الجمهوريه بنفسه اعطانا اوامر صارمه اعاده التقييم واعاده الدراسه فيما يخص هذا المشروع هذا، وشخصيا هو يتبع فيه. نعم. وين وصلت يعني عمليه التقييم؟ الدراسات كمالت الدراسات. تكملت الدراسات، ولازم شوف لازم المشاهد الكريم يفهم باش ما نقعوش في الاخطاء اللي وقعنا فيها في الطريق السيار وفي كل مشاكل كثير من في كل مرة. كثير من المشاريع اعاده التقييم واعاده كذا وكذا، ونولي المشروع نبداوه ب 5 ملاير يصبح فيه 20 مليار. لازم نخرج من هذا النظره هذه. دونك قايمين لازم يكون فيه تقييم دقيق، ولازم فيه اكسبرتيز صحيحه باش ما تكونش فيها الاخطاء اللي دارت في السابق في 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 امور اخرى. ولو كان مشينا، هاني نقولها لك، لو كان مشينا في التصوير السابق نتاع هذا المشروع هذا، راح تولي نسخه مطابقه للمشاريع الاخرى. نعم. مزيان رئيس الجمهوريه حبس الاخر، قال لا ما لازمش يكون هكذا، لازم تكون إعادة النظر في المشروع هذا، يتدرس بصفة مدققة. وهو اللي قلت لك هو شخصيا يتبع فيه واعطانا أوامر في هذا الميدان. متى يعني تقريبا تنطلق الأشغال بحكم أنه الدراسة انتهت والتقييم انتهى؟ والله ما نقدرش نقول لك متى، لأنها لازم أولا لازم نختار شريك مناقش. نختار الشريك، ونختار شكون اللي راح يمولوا ثاني لو رياليزاتور، شكون اللي راح ينجز هذا المشروع هذا. لازم نجيبوا شركات اللي مختصه في هذا المجال، في مجال تشييد وبناء المواني التيرمين وكونتينر. ما نجيبش واحد انا يدير الطرق ولا يدير لي باتيمون ونقول له واحد تبني لي ميناء. سمعتني، هذه امورها كلها لازم تاخذ بعين الاعتبار في الخيارات باش لما نقوم كل شيء بعد تولي سهلة. الميزانية التقديرية شحال راح تكون؟ ميزانية تقديرية مدة الإنجاز؟ هو الميزانية التقديرية تقديرية يعني بطبيعة هكذاك بركة تقريبا 5 ملايير. 5 مليار دولار. 5 ملايير دولار. أنا قلت لك مشروع كبير ماشي مشروع. ومدة الإنجاز شحال؟ ممكن 36 شهر. 36 شهر. نعم. وكيف راح يتم تمويل؟ اليوم الجزائر يعني تعيش أزمة يعني مالية، أزمة اقتصادية. كيفاش راح يتم تمويل مثل هكذا مشاريع كبيره يعني وبنى في طرق؟ فيه طرق لتمويل المواني. نعم. فيه طرق مشاركه، فيه كثير من الطرق تاع التمويل، ماشي كيما مشاريع اخرى اللي فيها تصعب. وانما المواني لما يكون عندك مشروع متكامل، وكان عندك مشروع اللي فيه اون فيزيون سور لو لون تيرم، كاينين. نعم. والجزائر مازالت للان رغم المشاكل ورغم كذا وكذا مازالت تجذب المستثمرين، مازال. لكن حاليا تظن ان المشروع مازال متى ينطلق يعني بحكم الظروف والاولويات الى غير ذلك؟
أم أنه أولوية أنه ينطلق؟ هو رئيس الجمهورية أعطانا ثلاث شهر في جوان، أعطانا ثلاث شهر مدة ثلاث شهر لإعادة الدراسة وتقديم الملف للمجلس الوزراء. نعم. إحنا رانا مازلنا ممكن من سبتمبر نقدموا ل مجلس الوزراء لخاطر الزميل تاع الاشغال العموميه، الاشغال العموميه لانه هو اللي يهم ولا الاخر راح يقدم المشروع تاع الدراسات يعاود حسب اوامر على اساس اوامر السيد رئيس الجمهوريه، وممكن هذاك الوقت ممكن تكون فيه انطلاقه. نعم هذا مشروع اللي تكلم. باش نقول لك باللي المشروع هذا راه ساير مازال لابد يتنجز ان شاء الله.